السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب اللي ما اشتركش في القناة اشتركوا وفعل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. زي ما انتم شايفين يا حبايب قلبي، دي الفراخ اللي انا كنت مربيها معاكم في الاوضه، كان معاها البط في قلب البيت التاني ونقلتهم هنا. الفراخ دي كانت حلوة طول الشتا، ما كانش فيها اي حاجة، مجرد ما الحر طلع كان الله بستر عليهم. شايفين المنظر قدام منكم وبيحكي عن نفسه. زي ما انتم شايفين يا حبايبي، قمت الصبح على المصيبة وعلى الكارثة دي، كانوا بيتين حلوين مش فيهم أي حاجة، فجأة حصل لهم كده. ايه السبب؟ الله أعلم، كانش فيهم أي حاجة خالص. هم يا حبايبي دي فراخ فيومي هيت على رزي، شايفين منظر الفرخة عامل ازاي؟ العرف بتاعه أحمر وطبيعي جدا، ولقيتهم نايمين بالمنظر ده. البط اللي كان كبر هنا أنا اشتلته ونقلته في مكان تاني، نقلته من امبارح. التلاته دول اللي كانوا صغيرين فسبتهم مع الفراخ. انتوا شايفين منظر الفراخ كده اللي فاضله، مش عارفه بقى اللي فاضلين دول هيقوموا من الدور ده ولا ايه نظامهم بالظبط. هجيب لهم بقى علاج وابدا اشتغل معاهم خلطات ووصفات عشان ربنا يفادي اللي فاضلين دول. كنت عايزه اجيب معاهم بطه تاني النهارده في وسطهم، فرجعت انا غيرت رايي، قلت اعود اجيبهم معاهم يشموا منهم، فاسيبهم في المكان اللي هم فيه على ما دول يخفوا. هبدأ بقى اكنس المكان ده وانضفه واطهره بفينيك وفورمالين وكلور واظبط الدنيا معاه. كان والله بيتين مفيش فيهم اي حاجه، والحمام بتاعهم عادي جدا مفيش فيه اي حاجه. هما فجأة كده حصل لهم اللي حصل لهم ده، فرش تحت منهم ناشفه مفيش فيها حاجه خالص، والبراز بتاعهم زي ما انتم شايفين ناشف قدامكم اهو. شايفين منظر الفراخ؟ شايفين المنظر؟ انا بعتذر لكم، انا بصور لكم المنظر ده بس، انا والله اتضايقت لما قمت منهم لقيت المنظر ده، فزعلت جدا جدا لانهم مش فيهم اي حاجه. كنت شغاله، كنت جايبه توم اخضر بحطهم كل يوم الصبح توم اخضر، كانوا حلوين جدا وكانت مناعتهم حلوه. مش عارفه ايه اللي حصل فجاه كده، رغم ان انا كنت تعبانه بس ما اهملتش في طيوري. والله كنت مبشره طيوري، ما كنتش بتكل على بنتي في حاجه، كنت مبشره طيوري ومحافظة عليهم جدا جدا، وبكنس وبغير الفرش على طول، ما كنتش مأهملة فيه. بس المنظر ده زعلني جدا والله. فبقول الحمد لله، يمكن هما دول فادوني، ربنا نجاني قمت من الدور اللي انا فيه، يمكن دول فادوني. فالحمد لله قدر الله وما شاء فعل، بس تيجي على قد كده، اللي ديته قرش ان شاء الله يتعوض. بس انا زعلت لما شفت المنظر ده والله. البط اللي معاكوا ده بط مجنس اهي حبايبي زي ما انتوا شايفينه كده، ربنا يستر بقى على بقية الطيور لان الجو حر فعلا وهيبهدل الدنيا. لا الشتاء نافع معاهم ولا حر نافع معاهم، فانا مش عارفه والله اعمل ايه. انا بكرم عارفه والله، تركيز 21 على الفاكشن اهي. شايفين المنظر ده؟ يعني فتح لهم الباب عشان يطلعوا يشمسوا طول النهار، وبالليل بيباتوا هنا في النظيف، بس مش عارفه ايه اللي حصل. فانا هبدا بقى اكنس المكان ده واعقمه عشان ايه اظبط الدنيا معاهم. جايبه شكاره هي تعبت الطيور الميته، شايفين الفرخ عرفه احمر وطبيعي خالص، وش احمر اهو مفيش فيه اي حاجه، وفجاه بتلاقي بيموت. قدر الله ما شاء فعل. دول بقى يا حبايبي ما دول مفيش منهم امل، ده اللي هيموتوا، بس حرام ان نرمهم صحيين فهم موجودين. امتى لما يموتوا
اهو شايفين المنظر ده، مربطتين الحمد لله كويسين. فانا هبدأ بقى اخلص ايه اللي ورايا واجي في نزل المكان ده واعقمه وانضفه. زي ما انتوا شايفينه يا حبيبي منظر، يعني منظر صعب والله، بس يلا الحمد لله. كان عندي امل في الفراخ ديت عشان اربيهم واعمل منهم انتاج، بس يلا قدر الله وما شافها. والباقيين هم بيشربوا هم وبيبداوا ياكلوا حاجه بسيطه كده، بس هم بياكلوا. ان شاء الله ربنا يستر الدنيا بعد ما بقى يعوض اللي راحوا منه كده. حبايبي كنا وصلنا نهايه الفيديو بتاعنا، واشوفكم في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.